والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم، واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. احنا لا ندعي اننا الافضل، ولكن نرفض ان نكون اقل. احترم لتحترم. اصدقائي المشاهدين، هذا دانييلي أورساتو الايطالي يطلق اشارة الانطلاق. الموعد المنتظر، قطر تاسع بلد عربي في كاس العالم بعد الرباعي الافريقي، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، ورباعي القارة الآسيوية بالكويت، العراق، الإمارات، الأخضر السعودي، اليوم العناب القطري، تاسع العرب في تاريخ الوورد كاب. مباراتنا رقم 77، أتكلم لكرة الضاد. 10 انتصارات، 3 للخضر الجزائر، 3 للأخضر السعودي، 2 لنسور كرتاج، و2 لأسود الأطلسي. آسيا ضد الكومبول، المواجهة رقم 22 في الدورة رقم 22 من كأس العالم لك. هنا كرة خطيرة ملعوبة أولى وخطيرة، والهدف الأول. 1-0 لفالنسيا. فالنسيا يفتح سجل، وفيها فار وفيها أمل لإلغاء الهدف أوفسايد. 0-0، يرجع سكور من البدايات. خطيرة من فالنسيا، محطة وتحول في الشكل الهجومي، خطير التحضير، ترجع له في البدايات. قد يكون أمريكي جنوبي، أكثر مرة من 20 سنة نحس مقارعة تحت المنتخبات العالمية. طار بالأرض والجمهور بالإمكانيات وقت البداية، لكن بسرعة زي مثله في الماتش. خطير العرضية والدفاع موجود، والتماس لك الزاوية والركنية تمشي للإكوادور. ضربة راس من الراس خطيرة، الكرات الطويلة ياخذ فيها الفريق أسماء البطولة. فالنسيا من جديد، فالنسيا، فالنسيا، ضربة جزاء، ضربة جزاء للفريق الإكوادور. يتقدم فالنسيا، فالنسيا، والهدف الأول في المونديال. نفس اللقطة من فالنسيا لمرات، وكتب له أن يكون صاحب هدف الافتتاح في كأس العالم في قطر. نعم، ألغي له هدف بسبب الأكثر مباريات ب 109 الأكثر. الأرجنتيني الفارو يوجه طويلة، ضربة راس، والهدف الثاني من فالنسيا. ما أخطرك يا فالنسيا لعيب، لعيب هو شعار البطولة. كنت أتمنى أن أقول